السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فارس كرم يعتذر عن عدم احياء حفلات الميلاد بسبب اصابته بكورونا. بيروت القدس العربي، لن يستطيع النجم اللبناني فارس كرم ان يلع الاجواء في حفلاته الفنية التي كانت مرتقبة لمناسبة عيد الميلاد في عدد من الدول الاوروبية وخصوصا في السويد والمانيا، حيث اصيب بفيروس كورونا في الايام القليلة الماضية. وكشف فارس بنفسه عن إصابته بالفيروس عبر خاصية ستوري من دون أن يشعر بعوارض المرض. أقدم الاعتذار إلى جمهوره لعدم تمكنه من إحياء الحفلات محدا معدا جديدا ليلة رأس السنة. وقد تمنى متابعون كثر للفنان اللبناني الصحة، بينهم سالم الهندي ونوال الزوبي ورامي عياش والشاعر نزار فرانسيس وإعلاميون.